المسألة، ولذلك هنا العيب مش عليه هو، العيب على الناس اللي بتستجيب. لأنه الحقيقة وأنا بشكر يعني الإماراتي العظيم إبراهيم بهزاد، الحقيقة تحس إنه الراجل قاعد معانا هنا في مصر، لقط إيه؟ الكلام اللي قاله المدعو حسام الشرباجي. حسام الشرباجي ده يعني ده راجل رامي نفسه في حضن الإخوان المسلمين، فكتب إيه؟ اللي هي الجزء اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم إن هم عايزين دم، عايزين ناس تموت. فقالك عشان نخرج، حسام الشرباجي ده، عشان نخرج من كل التحليلات والكلام اللي ملوش أي فايدة، كل التحركات في مصر على السوشيال أو الشارع مفيدة، لكن محدش يقدر يقيس حجمها. أهو يعني محدش يقدر يقيس حجمها. إمتى نقدر نعرف الحكاية؟ أول ما تنزل نقطة دم هتوضح الحكاية كل حاجة. فأنت قدام ناس بتخطط إن في ناس تموت ودم يراق عشان يبدأوا يسخنوا الشارع. إبراهيم بهزاد بقى علق على ده إيه؟ قال أول ما تنزل نقطة دم هتوضح كل حاجة. ورونا تعالوا يا فندم فوق. يسعون إلى الخراب ويتمنون إراقة الدماء حتى يستطيعوا إثارة الوضع في مصر. المسألة واضحة جدا. وبعدين أنتوا عارفين من التزوير برضو، والصورة دي لازم أوريها لكم يا جماعة، معلش. يعني احنا ايه جينا عند التزوير صفحة برضو من الصفحات ناشرين صورة وكاتبين فوقها ايه؟ جمعة الغضب. ورونا الصورة دي يا شباب، جمعة الغضب، الصورة لتجمعات اهي، الصورة لتجمعات من وسط البلد وانباء عن تجمع من شارع ابن المعز وتجمعات بالسويس شكلها تولع، دي فرصة قلوها واكسروا من التكبير. بعنوان ايه الصورة نازلة؟ 20 سبتمبر. تبص في الصورة، معلش بص يعني ركزوا الناس اللي بيشوفونا، الناس شتوي، لابسة شتوي، شتوي مقفزين يعني، يعني اللي هو ايه، فانت المساكين والله العظيم يعني حتى لو لما تيجي تزور حاجة طب زور بدماغ شوية. اذا احنا قدام حالة من التزوير لجأت ليها قناة الجزيرة، وزي ما انا شفت نشرت فيديوهات، ولجأت ليها الصفحات والمواقع بتاعت الإخوان في حالة تزوير كاملة. يا جماعة قالك في شهداء والناس ما ماتوش، راجل طلع قالك والله ما مت يعني وزي ما سمعتوا صوته. فإذا احنا قدام تزوير حدث عشان يحيلك يوهمك ان في حاجة بتحصل في مصر. لما جينا بقى على الأرض، لأنه زي ما في ناس بتعمل كده وبتزور الكلام، احنا جبنا اربع يعني شهادات، ناس كتبت شهاداتها اللي كانوا موجودين. يعني وليد محبوب مثلا بيقول الاخوان فعليا ماتوا على الارض، الاخوان فعليا ماتوا على الارض، وكان فاضل لهم السوشيال ميديا. وبعد كل الحزق والحشد ده على السوشيال ميديا ومفيش 100 نفر نزلوا كده، نقدر نقول الاخوان ماتوا واتدفنوا وملهمش عزا في مصر، عزاهم في قطر. معاك طبعا ان عزاهم في قطر. ده راجل كان موجود في الشارع وقال انه مفيش 100 نفر نزلوا. طيب محمد رجب مثلا برضو كاتب ايه؟ قال لك قناة الجزيرة جايبة فيديو من وسط البلد ظاهر في محل بتاع واحد صاحبي كان بتاع ملابس وغير نشاطه من 8 سنين لاكل وعزمني في الافتتاح. جايبين الناس بيقولوا ارحل يا سيسي والمحل ظاهر في الفيديو بيبيع ملابس. يعني الراجل ببساطة صاحبه عنده محل ملابس غير نشاطه من 8 سنين لأكل، فجايبين ناس قدام المحل ده اللي محمد رجب عارفه، جايبين ناس ويقول لك ارحل يا سيسي، جايبين ناس يقولوا الكلام ده بشكل واضح جدا. فاذا اذا اذا صوت يعني اذا انت بتجيب، واحنا معانا الفيديو ده نوريه لحضراتكم حالا يعني. وبعدين الاستاذ احمد حلمي بيقول من شويه، وده بقى اللي هو ايه سخريات القدر يعني، بيقول من شويه لقيتني في مظاهره على قناه الجزيره، فعلا حصل بس ده في يناير. فاذا انت بتتكلم اثبات انه الناس لقت نفسها في مظاهرات امبارح، يعني واحد قاعد قدام التلفزيون في امانه الله فلقى نفسه بيتظاهر على الهوا. يعني الجزيره جايبه الناس بتتظاهر على الهوا وهي قاعده في بيوتها، الناس بتتفرج على نفسها وهي بتتظاهر، فالراجل قال لك جايبيني في مظاهره بس والله دي كانت في يناير مش الوقت. دي كلها
تأكيدات من الناس على عملية التزوير الكبرى اللي حصل. الصديق العزيز الأستاذ أشرف عبد الشافي يعني قال لك امبارح بعد الماتش صورت كل مكان مشيت فيه من مبنى الأهرام لغاية باب اللؤم محمد محمود، ورحت بيتنا ونمت. أصحى الصبح ألاقي عيل كان نايم في بيتهم يقول لي الميدان مولع وأنت مش عارف إيه. طب أنا بصور في المكان اللي أنا فيه وأنت نايم، هضحك عليك إزاي وليه؟ إذن إحنا برضو طبعا هو اشرف عبد الشافي واخد حقه من الناس اللي يعني اللي بينكروا عليه اللي هو قاله، فما فيش داعي نقول هو قال ايه، لكن هو الراجل قال لك انا بصور ماشي في الشارع وبصور ومفيش حاجه مفيش حد، فاضحك عليك ليه انت نايم في البيت وبتطالبني وتقول لي لا لا في ناس نزلوا انا صورت وقلت مفيش. طيب احنا معانا فيديو تم ترويجه امبارح لناس، احنا هنا ما بنتكلمش في تزوير الصوره، يعني يجيب صوره من احتفالات مثلا احتفالات بصعود المنتخب في التحرير فياخدها ويحطها ويقول لك دي كانت امبارح، لا مش في الصوره، ده فيديو جايبين ناس. انا هوريكم الجزء الاول من الفيديو اللي هو نشروه امبارح على انه في مصريين بيقولوا روح على سيسي. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، احنا ما عندناش حساسيات ان احنا نقعد نردد او نقول الكلام الناس بتقول ايه وبتاع، لان احنا بنحاول نفسد ده. يا جماعة الدولة المصرية مفيش على راسها بطحة، احنا مفيش على راسنا بطحة، ناس بتؤيد الدولة المصرية وصوت الدولة المصرية، واللي يقعد يقول لك الدكتور النظام يخبط دماغه في الحيطة بقى مش قرف، اللي هو انت ايه، انت خصم بتشوه بقى الرئاسة، بتشوه المؤسسات الدولة، بتشوه الاعلام، بتشوه، مش هقعد اسمع كلامك ولا هتماهى معاك ولا هاخد ودي معاك في الكلام. ففي فيديو امبارح نشروه على انه الناس بتهتف ضد السيسي بتطالبه بالرحيل، ورونا الجزء ده كده يا جماعه من الفيديو. تمام، انتوا بقى شفتوا الجزء ده والناس قاعده تهتف ارحل ارحل ارحل، حلو، والناس نشروه امبارح على انه حصل امبارح. طيب ورونا بقى الفيديو الحقيقي يا جماعه. الناس بتهتف للاهلي، فريق عظيم فريق كبير الالتراس بيهتفوا للاهلي، شالوا هم الصوت بتاع الالتراس اللي بيغني للاهلي من الفيديو وحطوا صوت ارحل 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 ارحل. كان الزملاء في البوابه في موقع البوابه هم اللي مصورين، شالوا اللوجو بتاع البوابه من الفيديو الاولاني ونشروه على انه حصل امبارح. اوريكم الفيديو على بعض، ورونا كده يا جماعه من الهتاف المزور الى الهتاف الحقيقي، ورونا. قلناش حاجه احنا، يعني احنا ما قلناش احنا حاجه، اللي هو انت بتزور الصور، بتزور المعلومات، بتزور الفيديو كمان، فيديو ناس بتهتف للاهلي، فانت جبته شلت الصوت وحطيت ارحل، وعشان تقنعنا انا انه في ناس نزلت وقالت ده والى اخره في كل حته. طيب اذا كان في نزول حقيقي وقوي ومؤثر وانت شايف انه النزول القوي والحقيقي والمؤثر ده ممكن يعمل ثوره، بتزور ليه؟ ده سؤال مهم جدا الناس لازم تساله، ولذلك بسخريه المصريين طبيعي يعني كان لازم الناس تتريق زي ما حضراتكم شفتوا كده، يعني اهو اسماعيل ياسين قال لك ايه الثوره دي ما حدش يشوفها ولا يسمعها غيرك يا مصطفى، يعني في ناس ما شافتش حاجه.
وبعدين واحد تاني اهو برضو بالكوميكس الثوره عندك، فبيبص تحت الرصيف كده قال له لا مش هنا. وبعدين جايبين من مشهد من الليمبي حسن حسني ومحمد سعد اهو، بيقول له اضرب قنبلتين غاز كمان ولا، بيقول له اضرب قنبلتين غاز كمان ولا ايه؟ قال له على مين؟ هو في حد؟ وبعدين واقفين اهم في ده من مشهد من القرموطي حاطينه. فمحمد علي واقف اهو قال له بعون الله انا ورايا رجاله بتتفرج على فيديوهاتي وهتنزل يوم الجمعه في كل ميادين مصر، وباشاره واحده مني هتقلب الدنيا، وقول لهم يلا يا رجاله. فجاه ما لقاش حد وراه. وده الاعلان اللطيف بتاع فين الثوره؟ قال له يا ابني دي ثوره مميكنه. ثم المدعو محمد قاعد اهو يعني ايه خايب الرجا، خايب الرجا، ده المتعوس وخايب الرجا مع بعض. فطبيعي ان المصريين كانوا يسخروا بهذا الشكل من يعني ما جرى وما حدث. المسألة يا جماعة بترتب مسؤولية علينا احنا، لازم يبقى كل اطراف الدولة المصرية بداية من الرئيس نهاية باصغر واحد في البلد اللي هم خايفين عليها، الاحداث دي بترتب مسؤوليات عليهم. احنا هنشوف الاحزاب بدأت تتحرك، ودي فرصة مهمة لان احنا عندنا كلام مهم كمان في الحياة السياسية المفروض يحصل فيها ايه. لكن انا عايز اسيبكم مع رسالة من ام شهيد. ام شهيد بتتكلم اللي هي فقدت ابنها بجد وهو بيدافع عن البلد. هسيبكم مع ام الشهيد ورسالتها ونطلع فاصل ونرجع نقول طيب احنا مفروض نعمل ايه في الفترة القادمة. اوعوا تنسوا، حطوا كده قدامكم سنة 2011 و2012 لما جبنا ابواب حديد وقفلنا على بيوتنا. اوعوا تنسوا دلوقتي احنا بنخرج في الفجر، بنخرج بالليل، بنخرج البنت بتخرج، الام بتخرج، الشاب بيخرج، الولد بيخرج في امن وامان. اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا ان انتوا دلوقتي في امان وتلهيكم لقمة العيش. والله والله لو توفر لينا ملايين الدنيا وكان اسهل اكل وما لقيناش الامن والامان، مش هيبقى ليه طعم في بقنا. اربطوا اوعوا كلمة الغلاء تنسيكم الامن والامان اللي انتوا عايشين فيه. طب ما احنا الحمد لله البلد الوحيدة اللي مفيش حد بينام فيها جعان هي مصر. البلد الوحيدة اللي تعتبر وطن لجميع الدول العربية هي مصر. كل الدول شفنا اللي حصل فيها، ما لقتش دولة استقبلتهم وعاشوا زي ما احتضنتهم مصر. تفتكروا لو مصر راحت مننا والله ما هنلاقي وطن، قسما بالله ما هنلاقي وطن، قسما بالله ما هنلاقي حد يستقبلنا. اوعوا تضيعوا دم ولادنا، اوعوا تضيعوا دم ولادنا. ابوس ايديكم مصر غالية، خلونا نعيش اللحظة وانسوا كل حاجة وخلونا مصر.